أنور عبد المنعم، الفنان المعروف بملامح وجهه القاسية وصوته الأجش، وبرغم ذلك ظل مصنفاً على أنه فنان الأدوار الثانوية. وبعد رحيله لم يتذكره أحد حتى أصبح في طي النسيان. ستتعرفون اليوم ومن خلال حلقتنا عن الفنان الموهوب والذي لم يحصل على التقدير المناسب له، الفنان أنور عبد المنعم ومسيرته الفنية. لذا تابعونا. ولد في يوم 23 من إبريل سنة 1939. بدأ أنور عبد المنعم مشواره الفني عندما اختاره المخرج محمد فاضل للمشاركة في مسلسل أبناء الأعزاء شكراً، الشهير باسم بابا عبدو، من بطولة عبد المنعم مدبولي. كما شارك بأدوار صغيرة في عشرات المسلسلات التلفزيونية، منها أحلام عادية، امرأة في شق الثعبان، قلب ميت، درب الطيب، رجل وامرأتان، تامر وشوقية. وشارك أيضا في عشرات الأفلام السينمائية الشهير، منها اتش دبور، الناظر، كدا رضا، واحد من الناس، حرامية في كي جي تو، وما فيش فايدة. ولكن يبقى من أهم أعماله السينمائية فيلم عريس من جهة أمنية الذي أدى فيه دور مقاول العمال، وفيلم بوحة الذي أدى فيه دور أحد أعمام بوحة، وفيلم طباخ الرئيس الذي أدى فيه دور شيخ الجامع، وميدو مشاكل الذي أدى فيه دور مطرب المقهى، وفيلم أبو علي الذي أدى فيه دور والد أمين، وهذا بجانب دوره الأشهر والأبرز في فيلم السفارة في العمارة، حيث أدى دور صاحب محل فتاة الدقي حينما رفض أن يرسل الفطير لشقة المهندس شريف خير والذي يقوم بدوره الفنان عادل إمام لوجود شقته في نفس العمارة التي توجد بها السفارة الإسرائيلية. ورغم أن دوره كان صغيرا جدا إلا أنه كان أحد نجوم الفيلم البارزين. والتعريف أن الفنان أنور عبد المنعم بعد دوره هذا في فيلم السفارة في العمارة أصبح واحداً من نجوم الإعلانات في التلفزيون المصري، حيث شارك في حملة إعلانية للدعاية لإحدى شركات الإسمنت. وفي هذه الإعلانات اشتهر بجملة العبارة في الشكارة، والتي تعد اقتباساً من اسم فيلم السفارة في العمارة. الفنان أنور عبد المنعم يعد واحداً من الفنانين المصنفين كمهمشين في السينما المصرية، وللأسف الشديد فإنه ومثله العشرات بل المئات من الفنانين المهمشين لا توجد معلومات كافية عنه، فالمعلومات التي وردت عنه شحيحة جدا ومعظمها متضارب. فقد ذكرت بعض المصادر أنه توفي يوم 21 من أكتوبر سنة 2009، في حين ذكرت مصادر أخرى أنه توفي في يوم 5 من نوفمبر سنة 2011. وهكذا تتضارب المعلومات المتاحة عن تاريخ وفاته، رغم أنه توفي منذ سنوات معدودة، وهذا راجع إلى أن آخر عمل فني قام به كان مسلسل أدهم الشرقاوي في عام 2009، ثم اختفى بعد ذلك.